مرة تانية برحب بحضراتكم. طيب، من قرايتنا ومن متابعتنا، ومش عايزكم طبعا تتسرعوا في الحكم على كارلوس كيروش لانه ما تقدرش تحمله مسؤولية المباراة الأولى، ممكن تبقى مش راضي شوية عن الأداء أو ما كانش الأداء يعني يرتقي لسقف الطموحات زي ما بيقولوا كده في المواجهة بتاعت ليبيا على أرضنا، لكن في النهاية مش ممكن مدير فني يحط بصمة أو ينقل فكره أو تشوف طريقة لعبه مع المنتخب من مباراة واحدة. اعتقد ده هيستدعي ان احنا نصبر عليه شويه. الاهم في المرحله دي ان احنا نعدي المطبات، يعني الحمد لله المباراه انتهت بفوزنا بشق الانفس زي ما بيقولوا، لكن في النهايه حققت الهدف، ونتمنى انه ده يحصل النهارده. وهنتكلم اكتر طبعا مع ضيفنا المحلل الفني شريف سالم اللي بيشرفنا في السادسه. مساء الخير يا شريف. مساء النور، اهلا وسهلا. هبتدي معاك طبعا من ماتش مصر الاخراني، نقرا كده فيه شويه حاجات قبل ما نتكلم على المواجهه النهارده، بس اسمح لنا طبعا ناخد نجم الكره المصريه كابتن علاء نبيل، طبعا مدرب منتخب مصر الاسبق. مساء الخير يا كابتن علاء. مساء الخير. مساء الخير احمد باشا وحياتك يا نسعد. صح مظبوط كده، نسعد دايما بان احنا نسمع صوتك كابتن علاء. خليني ادخل في الموضوع، ازاي شفت منتخب مصر في مباراته الاولى تحت قياده كارلوس كيروش؟ ايه الحاجات اللي ممكن نقدر نقول انها تحسب ليه، وايه الحاجات اللي انت تتوقع انها تتحسن في الفتره اللي جايه؟ والله بص يا كابتن احمد، ما نقدرش نقول غير ان احنا اولا فزنا في مباراه مهمه، في حاجات مؤشرات كويسه. الراجل دفع بنجوم جديده ما كانتش موجوده على الساحه، الحمد لله ربنا وفقه واثبتت ان هي ممكن انها تبقى اضافه كويسه لمنتخب مصر. ايجابيات طبعا، من الايجابيات الثانيه ان هو يعني البدايه زي ما بقول لك ايه في اللغه الكوره، ايه ارمي بياضك، هو رمى بياضه ونجح. ايوه، ما نقدرش نقول غير كده. لكن في سلبيات، في سلبيات ما نقدرش نتكلم فيها لما نشوف مباراه النهارده. تمام. النهارده ان شاء الله مباراه بالنسبه لنا، يعني احنا صعبنا على نفسنا الموقف من الاول خالص. ايوه. لكن النهارده مباراه اصعب ولا اسهل من المواجهه الاولى؟ احنا لازم نبص على الدوافع بتاعت المنافسه كابتن احمد. دوافع المنافس عندك قويه جدا، بيلعب على ملعبه، خسران الماتش اللي فات. عنده طبعا قناعه كويسه جدا ان هو لو يعني لو خسر هو بعد نهائي عن المنافسه على الصعود اللي هو بطل المجموعه. فاعتقد الدوافع عند المنافس قويه جدا على ملعبه طبعا. تغامر لكن لكن انت برضو عندك الدوافع بتاعتك. مظبوط. اللي انت مباراه زي النهارده تخلص الموضوع. تغامر في مباراة زي دي من ناحية طريقة اللعب والتشكيل، ولا تلعب في المضمون وتلعب بنفس الأسماء ونفس الطريقة اللي لعبت بيها مواجهة برج العرب؟ والله أنا مش ضد هو يغير كتير. يعني هو الفرقة بتاعت المباراة الأولى على أعتقد إن هي طبعا يعني كان في نسبة 70%، كان في ثبات في الـ في الـ في الـ في, الـ في الـ الرأي العام كله اللي هم دول يلعبوا. لكن طبعا يمكن أنا من الناس اللي عرضت موضوع عبد الله السعيد، وممكن بعض الناس هجمتني، لكن انا كنت مقتنع تماما ان عبد الله السعيد يعني ما خلاص دوره انتهى مع منتخب مصر من امم افريقيا اللي فاتت، وهو اصر اللي هو يبقى موجود وابتدى بيه. تمام. اعتقد ان برضه يعني مش عارف هل عنده البديل في منتخب مصر في هذا المكان ولا ما عندوش. اعتقد اللي هو ممكن يبص لعبد الله السعيد النهارده بصه اللي هو يقعد يعني. لكن بقيه الفرقه اعتقد اللي هم كانوا يعني معقولين، يعني ماشيين في الخط صح، يعني سواء باك يمين باك شمال، صحيح، سرد باكين، حارس مرمى، نص الملعب. فاعتقد اللي هو يعني هيكون برضه متوازن شويه ومش هيندفع في الاول يعني. اسعدتنا وبشكرك شكرا جزيلا كابتن علاء نبيل. دايما الحقيقه بنحب نسمع صوتك ونحب نسمع رايك وتحليلك، ليك طبعا بصمه ومذاق خاص. طيب شريف، مباراه مصر وليبيا الاولانيه قرينا منها حاجات كتير، وخصوصا ان كانت مقدمتها اثارت جدل. خليني اتكلم في العناوين بس قبل ما ادخل في التفاصيل معاك. شفت المباراه ازاي وشفت شكل المنتخب ازاي تحت قياده كارلوس كيروش؟ شفتش حاجه. يعني هو تقريبا نفس منتخب مصر احنا اتعودنا عليه مع الكابتن حسام البدري. ايوه. مستر كيروش تقريبا اخذ حوالي 4 أو 5 حصص تدريبيه فقط، فكان صعب جدا ان هو يضيف اي حاجه للفرقه. ما افتكرش مرموش اضاف عناصر جديده، لكن لم يضيف على التكتيك بتاع الفرقه او على طريقه اللعب، او لا هي طريقه اللعب هي طبيعي برضو. ما حدش يقدر يخاطر مره واحده في ظل
ضيق الوقت اللي كان، يعني انت جيت قلت له تعالى استلم منتخب مصر والعب مباراه مصريه مع منتخب ليبيا، فطبيعي جدا اي حد كارلوس كيروش او غيره هيخاف بشكل كبير جدا من المجازفه. هي المساحه مش مساحه ريسك، هي المساحه مساحه شغل. هو ما كانش فيه مساحه للشغل، هو ما كانش عنده مساحه ان هو يحط تكتيك جديد او يحط حاجه جديده تقدر المجموعه تستفاد منها. فتقريبا هو نفس النمط الدفاعي بتاع منتخب مصر، هو بنفس الاخطاء هي ونفس النمط الهجومي بتاع منتخب مصر اللي تقريبا بين قوسين عشوائي. مفيش يعني للاسف احنا لما حاولنا ندور في العشر مباريات اللي فاتوا للمنتخب انكلودنج المباراه دي على فرصه اتكررت مرتين بنفس الطريقه فاحنا ما لقيناش. أيوة. فمفيش نمط هجومي، فهو تقريبا اخذ الارث بتاع الفتره اللي فاتت كلها وبدا يشتغل بيه، ما اضافش جديد لكن اضاف عناصر زودت شويه، يعني اضاف مثلا مرموش صاحب الهدف، فهو اضاف له جزء. الجزء لو احنا يعني الاضافه بتاعت مرموش هنلاقيها كلها فرديه، يعني كل الاضافه اللي قدمها اللاعب هي اضافات فرديه، مفيش اضافه جماعيه، مفيش حاجه نقول انه لا هو الفريق استفاد من اضافه اللاعب ده في المكان ده فاضاف للمنظومه او اضاف لطريقه اللعب. يعني لعبنا بطريقه يلا بينا يا رجاله. يعني النهارده هنلعب بنفس الطريقه ولا طريقه ثانيه؟ ده هيكون سؤالي ليك وقراءتك للمواجهه النهارده مصر اوليبيا في تصفيات كاس العالم، بس بعد ما نروح لفاصل ونرجع نتكلم بقى في التفاصيل. مباراة هامة جدا ومصيرية جدا، مش بس على مستوى التأهل لكأس العالم من عدمه ونتمناها إن شاء الله في صالحنا، لكن كمان على مستوى مستقبل الجيل ده، لأنه فقدان الجيل ده لفرصته في اللعبة في كأس العالم الجاي تقريبا بتقضي على فرصة معظمه في اللعبة في كأس عالم تاني، لأنه أغلبهم الحقيقة يمكن لو انتظرنا ل 26 أعتقد هيكونوا فرصتهم صعبة جدا في إن هم يلعبوا مع منتخب مصر، وبالتالي هي مباراة إثبات وجود زي ما قلنا. خليني اسال شريف السؤال اللي يمكن الاهم بالنسبه للناس النهارده، النهارده بتتكلم ناس بتقول كارلوس كيروش هيلعب بنفس الطريقه ونفس الاسماء اللي اعتمد عليها في مواجهه برج العرب، ولا تتوقع ان يكون في تغيير في طريقه اللعب وفي اسماء اللي هيختارها كارلوس كيروش في تشكيله المنتخب النهارده؟ هو بالنسبه لطريقه اللعب هو طبيعي ان هو هيغير طريقه اللعب النهارده، لان هو رايح عند منافس هتتصعب الامور عليه جدا لو ما اخدش الثلاث نقط في ملعبه. تمام. فهو هيكون شرس، خصوصا ان احنا شفنا ليبيا، يعني اللي هي ليبيا. اللي هي ليبيا يعني ليبيا اللي شفناها هنا هتبقى، ويمكن هنستعرض معاك ليبيا بالصور وبالتحليل، بس ليبيا اللي احنا شفناها هنا غير ليبيا اللي احنا هنلعبها النهارده، غير اللي احنا هنلعبها النهارده، لان الوضع مختلف. تمام. الموتيفيشن بتاع الفرقه مختلف، هو خلاص الدوافع اللي عندهم، لان هو خلاص هو دلوقتي في مرحله انه خساره نقاط النهارده ان كان الثلاثه او خساره بونتين واخد بونت في حاله التعادل هيصعب الامور عليه جدا. تمام. فهو بالنسبه له كمدير فني هو لازم يقاتل على الثلاثه. هو بالنسبه له ماتش مصر النهارده هو ايكوال التاهل لكاس العالم. يعني يتاهل يا فرصه هتضعف جدا يا اما هيفضل موجود في الصوره. تمام. منتخب مصر الثلاثه بونت بتوع النهارده هينقلوه في حته مختلفه نفسيا ومعنويا، فنيا معرفش بس. تمام. يعني معنويا هينقلوه. لا ولازم فنيا برضه، يعني انت هتتخلص من الضغوط، هتتخلص من التوتر، هتلعب باريحيه الى حد كبير جدا وانت بتلعب مع الجابون وبتلعب مع انجولا، وبالتالي عندك مساحه تشتغل بقى. هي الفكره مش فكره انه هو، خلينا نقول ان في لو في كرايتيريا في اتحاد الكوره في اختيار المدير الفني او في انه احنا جبنا مشينا ليه كابتن حسام البدري وجبنا ليه كيروش، فاحنا ما مشيناش عشان اداء، عشان نتيجه وحشه. احنا مشينا عشان اداء مش كويس. تمام. فطبيعي ان الراجل ده كمان لو قدم اداء مش كويس حتى لو نتائج كويسه شكرا جزيلا هنقول له شكرا. فهي الفكره ان احنا بندور على اداء، احنا جبنا الراجل يقدم لنا اداء. اللي احنا شفناه في اول 90 دقيقه هي نسخه كابتن حسام البدري. تمام. يعني لو احنا شيلنا كارلوس كيروش من على الخط وحطينا كابتن حسام البدري الميديا كانت هتطلع تقول نفس الكلام اللي قالته قبل كده. مظبوط. لكن الميديا ما قالتش ده، الميديا ما قالتش ده لان مش كابتن حسام البدري اللي واقف، هو مستر كيروش. فخلاص هي الميديا مش هتتكلم. بس هل في فرق اصلا؟ لا هو مفيش اي فرق. هو نفس المنتخب. يعني الناس اللي لو اتفرجت على المباراه دي لو شالت ماتش ليبيا الشريط بتاع ماتش ليبيا وحطت اي ماتش تاني لكابتن حسام البدري هو نفس المنتخب. ليه؟ مفيش نمط هجومي، مفيش حاجه هجوميه، مفيش باترن، يعني مفيش هجمه اتكررت مرتين فانت تقول ان المدير الفني اشتغل عليها في التمرين. بس انت متفق معايا انه كان كارلوس كيروش او كان غيره ما كانش حد يقدر يعمل ده. طبعا في الوقت ده او في الظروف دي. هو طبعا ما حدش كان يقدر يغير اي حاجه، لان مفيش حصص تدريبيه كفايه ان انا لا اصلح اخطاء ولا ان انا كمان اقدر ان انا احط حاجه جديده للفريق. طيب انت قلت الطريقه هتتغير. الطريقه هتتغير، هتبقى 4 3 3 غالبا بدل 4 2 3 1. تتوقع يترتب عليها تغيير في التشكيل؟ هيخرج طبعا عبد الله السعيد. أيوة. قدم تقريبا 69 دقيقه ما قدمش فيهم حاجه قويه للمنتخب،
تستدعي يعني وجوده او ان هو يدخل على حساب اي لاعب تاني كصانع العاب. وفي نفس الوقت اعتقد فتوح هيخرج لانه كان عنده مشاكل كبيره جدا في ماتش ليبيا، كان على المستوى الفردي او على المستوى الجماعي مرتين تهدد منتخب مصر من ناحيه بتاعه فتوح. هو فتوح كان عنده مشكلتين، المشكله الاولى تخصه هو كلاعب في الامور الفرديه بتاعته، الطريقه اللي بيتعامل بيها مع كل كره بتجيله فيها مشكله. الحاجه الثانيه المجموعه، هو مع المجموعه عنده مشكله، هو مش قادر يتمركز كويس مع العشر لعيبه اللي موجوده في الملعب. فهو عنده المشكلتين الجماعيه والفرديه. طيب نص الملعب هو محور الكلام، يعني تلعب بصانع العاب اللي هو عبد الله السعيد لان انا مش لاقي حد تاني، ولا تطلع عبد الله وتنزل بالثلاثي نني طارق حامد سلية؟ هو غالبا ده الثلاثي اللي هيبدا. غالبا الطريقه اللي هو نهى بيها اخر نص ساعه كان بيجرب فيها الشغل اللي هيقدمه في ال 90 دقيقه بتوع النهارده. فغالبا ده الشكل اللي احنا هنشوفه، لان هي تغييرة عبد الله سعيد كانت لازم تكون موجوده، بس ان كيس ان انت كنت حاسس ان انت قوي في الملعب وعايز تقدم نفس النسخه بتاعتك كنت هتجيب لاعب يضيف القيمه دي. أيوة. او كنت هتتحول لاثنين مهاجمين. بمناسبه الكلام على السوليه، كان في كلام كتير جدا على اداء عمرو السوليه، شايف مردود السوليه في المباراه الاولى ازاي؟ انا شايف ان عمرو السوليه في المباراه الاولى كان مان اوف ذا ماتش. محمد النني جاي من اصابه طويله وعدد مباريات كبيره جدا مع الارسنال هو ما دخلش فيها. تمام. كان يا دوب بيدخل السكور. فالنني تقريبا غايب بقاله شهور، من 3 لـ4 شهور. في مشكله عند محمد النني ان هو محمد النني غايب تقريبا طول الفتره دي. فعمرو السوليه كان مش هقول بيلعب لوحده في نص الملعب عشان ما نكرش مجهود محمد النني، لكن هو تقريبا كان بيقوم بمعظم الادوار. فهنبص مثلا على الشاشه هنلاقي ان عمرو السوليه قدم 77 تمريره منهم 67 صح. طيب الاخطاء اللي موجوده في التمريرات موجوده فين؟ في التمرير اللي قدام اللي هو بيبقى فيه ريسك اكتر. اوكي. لان هو كان بيقوم شويه بدور صانع الالعاب، لان صانع الالعاب اللي هو كان عبد الله السعيد في منتخب مصر ما قدمش الاضافه القويه في مراكز صناعه اللعب. اوكي. فعمرو السوليه كان بيساهم، حتى عمرو السوليه هو صاحب التمريره اللي راحت لمرموش في زون 14 اللي هو قدر منها ان هو يسند ويصوب ويسجل. هنلاقي تقريبا عمر مرموش بالمناسبه اكتشفنا في السادسه. الحمد لله. يعني انا الحقيقه احنا متابعين كل اللعيبه المصريين بره مصر ودايما بنحط سبوت لايت عليهم، حتى اللي مش معروفين، يعني مش بس صلاح والنني وحجازي، لا حتى اللعيبه الصغيره اللي يمكن الجمهور المصري ما يعرفهمش، وكان منهم عمر مرموش في البدايه وقدمناه الحقيقه، والحمد لله ان هو اعتقد هيمثل اضافه كويسه لمنتخب مصر. عمر موهبه قويه جدا، كمان في عمر كمهاجم اقوى بكتير من كونه جناح، لانه عنده فيجن كويسه جدا، فينيشر كويس قوي، بيعرف يجيب جول. حتى كان ليه جول في الدقيقه 90 في مباراه في الدوري الالماني جوه منطقه الجزاء، استلم وسند ورفع عينه وصوب في كسر من الثانيه تقريبا. فعمر يعني الكريدت يروح للسادسه. عجبني كمان ثقته بنفسه، يعني في اول مشاركه ليه مع المنتخب ومع نجوم كبار وفي ظروف صعبه، لكن واثق في امكانياته وبيحاول، وتحس انه يعني لعيب تقيل. هو لعيب تقيل، انا بس ما عجبنيش جزء وان مان شو، بس عجبني ان هو الولد واثق في نفسه، قادر ان هو يتحرك في الاماكن الصح. ويمكن هو اكتر لعيب اتشاف تقريبا في المباراه لحد ما خرج، اعتقد كانت الدقيقه 77 لحد ما خرج هو كان اكتر لعيب متشاف، حتى خروجه كان عليه علامات استفهام يعني. طيب كلامك عن عبد الله السعيد هياخدنا لما قبل المباراه والضجه اللي حصلت بسبب استبعاد قفشه، وقعدت يمكن وانا بكلم كابتن علاء وبيقول لو طلعت بره عبد الله بره مين ممكن، يعني مين ممكن يكون بديل، مين ممكن يلعبها في الاسماء الموجوده، فما كانش منطقي تماما استبعاد قفشه في التوقيت ده. لكن في النهايه انا عايزك يعني تستعرض معانا ومع جمهور السادسه عبد الله بالارقام وبالتحركات وبالحجم القدره على انه يفيد فرقته على مدار موسم، مش بس بكلم على منتخب مصر. احنا يعني مبدئيا هو في نقطه اتجربت في مباراه ليبيا اتمنى انها ما تتكررش النهارده، ان تقريبا لمده 10 دقائق كان بيلعب محمد النني كصانع العاب. فاتمنى ده ما يتكررش النهارده، لو اتكرر مش هيكون احسن حاجه. طيب. تاني حاجه لو روحنا للخريطه بتاعه الاثنين على مدار الموسم، عبد الله السعيد ومحمد مجدي قفشه، هنلاقي فرق كبير في مراكز صناعه اللعب. تمام. فالخريطه اللي على الشمال هي خريطه عبد الله السعيد على مدار الموسم، فهنيجي لما نشوف الاكشنز بتاعه اللاعب على مدار الموسم، دي اكشنز او دي اماكن الهيت ماب بتاعته بتقول انه جناح شمال. تمام. فهنا لما بيكون اللاعب صانع الالعاب بنقول يعني بلغه الكره عنده عدله. لما بيكون عنده عدله فانا لازم انا ابقى يعني لازم انا كمدير فني لازم ابقى عارف انا بختار اللاعب ده ليه، ايه اللي هو هيضيفه لي. فانا نقطه قوتي مثلا محمد صلاح. فاللاعب ده عنده عدله، فانا
انا عارف طول الوقت ان عبد الله السعيد هيبعد عن مراكز صناعه اللعب اللي بتميل اكتر عند محمد صلاح وهيروح اكتر لناحيه الشمال كمان. ده هيفقدني كمان، هيعمل جاب ما بين الجناح اليمين وما بين صانع الالعاب، ودي حاجه كانت بتتكرر في مباريات بيراميدز والناس كلها شافتها. فدي بالنسبه للخريطه بتاعت عبد الله. بالنسبه للخريطه بتاعت محمد مجدي قفشه، طبعا يعني الخريطه شرحها نفسها، هيت ماب اكشنز في كل الملعب، صانع العاب، صانع العاب في كل الملعب، قادر يربط بين الخطوط، قادر يتحرك ويستلم ويسلم في كل حته في الملعب، وقادر يكون في كل مكان. هي الفكره انه صانع الالعاب وظيفته ان انا بكون حلقه وصل ما بين ال10 لعيبه اللي موجوده في الملعب، من حارس المرمى للمهاجم. انا ازاي بعمل ده وبعمله باني طريقه؟ انا مش بعمل ده كويس مع عبد الله السعيد لان مراكز صناعه اللعب عنده كلها متطرفه ناحيه الشمال. لكن بالنسبه لمحمد مجدي قفشه واضح انه الفرق في الارقام، الارقام اللي تحت دي النسب المئويه بتقول انه تواجده في الناحيه دي، يعني بالنسبه لعبد الله 69% ناحيه الشمال، 25% في نص الملعب، 6% بس في ناحيه يعني اليمين، ربع الاكشنز بتاعته يعني 25% من القرارات اللي بياخدها او اللمسات اللي بيلمسها في الملعب في نص الملعب، في نص الملعب أي. 25 في 70% اللي هو تقريبا 3 ارباع او اقل بحاجات بسيطه ناحيه الشمال، ناحيه اليمين تقريبا 6% which is nothing يعني تقريبا او ما بيروحش بيعدي يخلص الماتش وهو ما عداش اساسا في الحته دي بالظبط. هنلاقي الماب بتاعت قفشه تقريبا متقسمه يعني تقريبا 3-3. هنتكلم كمان بقى على نقطه مهمه، هو اللاعب ده بيبقى موجود قد ايه في التلت الاخير الهجومي؟ هنلاقي ان التلت الاخير الهجومي بتاع عبد الله 29%، بتاع محمد مجدي قفشه 48%. فهنا برضو هنا بيديني انديكيشن انه هو اللاعب ده موجود في التلت الهجومي كم قد ايه من وقته، بياخد قرارات قد ايه في المكان ده. في طبعا يعني شويه ارقام لو ناخدها، طب نروح للسلايد الثاني برضو. احنا لسه مع عبد الله وقفشه، احنا لسه مع عبد الله وقفشه، احنا بس هنقول حاجه في الاحصائيات يعني حاجه بسيطه كده. عبد الله في 33 مباراه كان معدل الدقائق اللي بياخدها في المباراه 83 دقيقه، احرز 7 اهداف وصنع 7. محمد مجدي قفشه في 42 مباراه بمعدل 86 دقيقه في اللقاء احرز 8 اهداف، يعني ازيد من عبد الله بهدف بجول وعمل 14 اسيست، يعني تقريبا دبل تقريبا 7 و14. هي دي تقريبا الارقام اللي احنا محتاجينها. فيعني ده مؤشر. هنا لازم بقى يعني نسال هو مين صاحب الاختيار. مش لازم صاحب الاختيار يطلع يقول انا اخترت ليه، لان في الاخر المدير الفني بتاع منتخب مصر هو عنده الاف اللاعبين يقدر يختار ما بينهم السكواد المناسب ليه، اللي هينفذ له افكاره، اللي هيقدم اداء كويس، اللي هيقدم نتائج كويسه. في الاخر انا هحاسبه على نتائجه وادائه، لان انا حاسبت كابتن حسام بدري على ادائه. فطبيعي ان انا حاسب كروش على ادائه. صحيح. طالما هي نفس السكيل اللي بحاسب بيه كل المدربين. طيب. هو ليه كل الحق يختار اللي هو عايزه، لكن في شويه امور كده مش عيب فيها ان احنا نطلع نوضح. طيب. مش عيب ان احنا نطلع في مؤتمر صحفي نقول انا ليه اخترت سين على حساب صاد، ايا كان بقى مين سين ومين صاد. انت صاحب القرار وانت المسؤول عنه، بس بالزبط. محتاج توضح للناس عشان حاله البلبله او حاله العشوائيه، وفي النهايه منتخب مصر يخص كل المصريين. طيب ماتش مصر ليبيا مش بس حسابات المصريين، لكن كمان حسابات الاشقاء في ليبيا، وازاي باصين للمباراه وازاي شايفين مواجهه المنتخبين النهارده. معانا دلوقتي واحد من نجوم طبعا المنتخب الليبي السابقين، كابتن اسامه الفزاني. مساء الخير يا كابتن اسامه. امسيه طيب عليك سيد احمد. اهلا اهلا وسهلا بك. شفك الكريم وكل الساده المشاهدين على، وتحيه من قلب مصر لاشقائنا وللشعب الليبي كله. يا رب دايما تبقوا في احسن حال وبكل خير. النهارده مواجهه بين شقيقين، وللاسف هي مواجهه حاسمه تقرب المنتخب الفايز بفرصه طبعا لصداره المجموعه والتاهل للمرحله الثانيه من تصفيات كاس العالم. ازاي الاشقاء في ليبيا بيبصوا للمباراه دي، وازاي استعدوا لمواجهه المنتخب المصري؟ شوف مباراة مهمة زي ما ذكرت حضرتك بين الفريقين، طبعا نضع الحسابات جانبا الان، لان احنا الان في انتظار دقيقة هي الفيصل بين فريق بين المنتخب الليبي والمنتخب المصري. يعني لاحظنا طبعا المباراة الماضية كان صراحة سيطرة المنتخب المصري بشكل كبير على مجال المباراة، لكن نجح المنتخب الليبي تكتيكيا في تقليل بعض الهجمات وبعض الخطورة من منتخب مصر. مباراة اليوم نتقل القسم على 2، طبعا زي ما ذكرت لك الان كل شيء متوقف على 90 دقيقة في بنينة في بلد فادا بنينة في بنغازي. من وجهة نظرك ايه المطلوب من خافيير كليمنتي في المدير الفني المنتخب ليبيا في مواجهة مصر النهارده؟
طبعا خفي كليمنتي مش مطلوب منه الكثير، لان احنا طبعا انت تعرف عندنا دوري مش منتظم، كان توقف الدوري لمده عام ونصف، ساعدنا على المشاركات الافريقيه نظرا للظروف الامنيه، وانت عارف طبعا ليبيا الظروف اللي مرت بها. لكن طبعا بصراحه انا نحب نوجه تحيه من خلال قناتكم الى خافيير كليمنتي، اللي استطاع ان هو نتحصل من خلال على اللقب الوحيد ولقب الشان، واستطاع بصراحه تنظيم الكره الليبيه، اللي هو بصراحه المدرب الوحيد اللي 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 عارف عقليه اللاعب الليبي ويعرف اللاعب الليبي جيد. انت تعرف طبعا المنتخب الليبي مر بعدم استقرار، ممكن 8 مدربين في ظرف سنتين، يعني الان استقرينا على المدرب خافيير كليمنتي، ومكون ومدرب ومحاضر يعرف خبايا الكره الليبيه جيدا، يعرف عقليه اللاعب الليبي جيدا. بصراحه شفنا حتى التوظيف، ويحسب لكليمنتي توظيف اللاعب الليبي في المباراه الاخيره بالذات مباراه الجابون وانغولا، واستطعنا طبعا نرفع انغولا في انغولا، طبعا هذا شيء مو سهل. خافيير كليمنتي رتب اوراق الكره الليبيه بصراحه للمنتخب الليبي، ونتمنى اليوم اكيد يعني كليمنتي عد العده جيدا اليوم باش يكون باش يظهر بالنقاط الثلاث. هي عد العده دي تحديدا اللي انا عايز اكلمك في تفاصيلها، يعني تتوقع بمعرفتك بيه وبفكره النهارده ما قداموش غير سيناريو واحد عشان يحافظ على فرص منتخب ليبيا في الوصول لكاس العالم، وهو الفوز، انه يحقق الفوز على مصر. هل تتوقع انه ياخد المجازفه؟ هل تتوقع ان يبقى متحفظ الطريقه اللي واجه بيها منتخب مصر في القاهره او في برج العرب؟ تتوقع انها تختلف عن الطريقه اللي هيلعب بيها في مباراه اليوم؟ لا لا، الوضع مختلف، لان اول شيء طبعا استاد شهداء الدين عكس استاد برج العرب. أيوه. الملعب طبعا عشب صناعي ترسان، اللاعبين اللي بيجيدوا اللعب على مثل هذه الارضيه، ممكن منتخب مصر حيواجه صعوبه في على ارضيه الملعب، وبعدين الاجواء حتكون طبعا بالجمهور الليبي. طبعا لما نلعب، واحنا كنا نلعب دائما خارج ارضنا في الفترات السابقه او السنوات السابقه، الان طبعا عامل الارض والجمهور عامل ممتاز، بالاضافه الى عامل الملعب زي ما قلت لك. طبعا ضيق المساحه، طبعا الملعب مش بالمساحه زي ما ذكرت لك في ملعب برج العرب، يعني عده عوامل وظروف تخلي طبعا المنتخب الليبي انه هو اليوم يظهر بثلاثه نقاط، بالاضافه الى لاحظت طبعا من خلالك طبعا انت وضيفك الكريم تحللوا نقطه مهمه، لان محمد مجدي افشل استبعاده وعبد الله السعيد، يعني مع النني مش حيشكل ثنائي. يعني لما كنت تتابع في الكره المصريه ونتابع في قناه الاهلي دائما، وتابع برنامجك وشفت حتى الاهلي من خلال بطولاته لما يلعب السوليه وافشه عكس ما يلعب مثلا السوليه والنني او عبد الله السعيد والنني، يعني خطوره افشه بصراحه دائما، يعني ما طبعا يعجبني اللاعب هذا، بالاضافه الى محمد الشريف حتى هو اذا تم استبعاده، فلهذا افشه من اللاعبين اللي يلعب دائما الكره الاماميه ويشكل في خطوره لمحمد صلاح وللاجنحه، وكذلك يلعب دائما بين الخطوط. فلهذا طبعا احنا فرحنا كليبيين ان افشه مش موجود في قائمه منتخب مصر، وحتى مش موجود في ارض الملعب يعني، وهذا السبب اليوم يخلي ممكن ليبيا تفوز لو كان النني موجود اليوم، لان مصر بصراحه تمتلك اجنحه واروقه بشكل كويس، تمتلك مهاجمين طبعا على مستوى عالي. بالنسبه للنجم محمد صلاح، هذا نجم دولي وفخر لكل عربي طبعا، وفخر لنا احنا كليبيين، لكن بصراحه في وسط الملعب يعاني منتخب مصر باستبعاد افشه، لان كان يشكل ثنائي خطير مع عمر السوليه. اوعدك كابتن اسامه نظبط مشكله خط النص النهارده، وان شاء الله باذن الله تكون مباراه يعني تليق بفريقين كبيرين وفي النهايه اشقاء، والرياضه دايما تقرب الشعوب من بعض. بشكر كابتن اسامه الفزاني طبعا نجم منتخب ليبيا السابق. بنتكلم يعني يمكن كابتن اسامه كان بيتكلم على فكره الفوارق بين المباراه، فكره مساحه الملعب، فكره ارضيه الملعب، فكره الدوافع اللي موجوده عند منتخب ليبيا، لانه لعيبه ليبيا النهارده نازله وعارفه ان ما عندهاش بديل غير الفوز. كمان الايس بريكنج انجاز التعبير اللي حصل، يعني لما يبقى منتخب ليبيا جاي وهيلعب منتخب مصر وهو سامع عن صلاح، سامع عن مرموش، سامع عن مصطفى حجازي الشناوي، غير لما يلعب قدامهم 90 دقيقه ويحس ان لا الموضوع كان ماشي سجال، يعني في النهايه وكان ليهم فرص خطيره كان ممكن تغير سيناريو المباراه، وبالتالي ده الى حد ما كسر حاله الرهبه اللي موجوده عندهم النهارده. شايف شكل المباراه ازاي؟ وايه اللي مفترض يلعب عليه منتخب مصر النهارده يا شريف؟ انا شايف من وجهه نظري ان المنتخب هيستفاد من حجم الملعب. منتخبنا احنا لان انا عندي احساس كده ان احنا شويه هنلعب بطريقه مختلفه، هنميل شويه فيها للدفاع ونعتمد اكتر على الكاونتر اتاكس اكتر من المباراه اللي فاتت. فده توقعي، فمساحه الملعب ضيقه شويه،
اعتقد دي شويه ممكن تفرق مع منتخب مصر حاجه ايجابيه. تمام. كمان في نقطه تانية، احنا عندنا اثنين لعيبه السرعه الانفجاريه بتاعتهم كبيره جدا، كان محمد صلاح. نشرح يعني ايه السرعه الانفجاريه بالمناسبه؟ السرعه الانفجاريه يعني اللاعب بيبدا من بيوصل لاقصى سرعه ليه في وقت ضيق جدا. تمام. اكسلريشن يعني الاكسلريشن اكسلريشن الاكسلريشن بتاع معدل التسارع يعني ان اللاعب يقدر يوصل لسرعه قد ايه. أيوه. من وقت قد ايه من اللاعب وقت ما بيتحرك من اللحظه من لحظه الثبات بتاعته هي دي السرعه الانفجاريه. تمام. لكن وقت يعني مجرد مين هم محمد صلاح وعمر مرموش الاثنين الاجنحه بتاعه منتخب مصر، فالمساحه الصغيره بتاعه الملعب طول الملعب القصير. أيوه. هيدي مساحه ان احنا الكاونتر اتاكس بتاعتنا نقدر نتفوق فيها هجوميا عن طريق صلاح وعمر مرموش في حاله ان هو والمدافع بداوا هما الاثنين عمليه الاكسلريشن مع بعض. تمام. لو ده حصل احنا هنستفاد، فاعتقد مساحه الملعب هتفيد المنتخب شويه خصوصا ان احنا متوقعين توقع ليبيا النهارده تلعب مباراه هجوميه، يعني تتوقع ان كليمنتي يفكر انه يحاول يهاجم منتخب مصر من الدقيقه الاولى، ولا الى حد ما ممكن يبقى متحفظ برضه؟ يعني واكيد هو قاري ده وعارف امكانيات لعيبته وامكانيات مدافعينه في مواجهه مرموش وصلاح، وبالتالي ممكن يبني خطته على انه يبقى السيناريو بتاعه متوازن، ما تبقاش مباراه هجوميه من البدايات. هو في حاجه مهمه جدا عند منتخب ليبيا هجوميه. ايوه. ده نمط بقى، ده مش موجود عند نتكلم عن فرص ليبيا. طيب نتكلم عن فرص ليبيا. ده نمط، يعني هو الراجل بيعتمد على اولا هو ليبيا بتلعب 3-5-2 او بتلعب 5-3-2 في معظم الاوقات، يعني هجوميا ودفاعيا في بعض الاوقات القليله جدا بتتحول فيها ل 4-2-3-1، وده مش بيحصل كتير، بس هو عنده رباعي هجومي يقدر يعمل ده. انا بالنسبه للرباعي الهجومي انا اميز حد فيهم، وانا استغربت ان يعني احد الناس في الميديا المصريه قال انه لاعب مش جيد، ما اعرفش بقى انا بنطق اسمه صح ولا لا، محمد الزعبيه. اللي هو اللاعب رقم 7. انا بشوف ان هو واحد من افضل المهاجمين اللي موجودين في التصفيات بتاعت كاس العالم دلوقتي في كل الفرق اللي موجوده في افريقيا، هو واحد من الافضل، مميز جدا في السرعات. طب مميز جدا. ناخد فرص ليبيا كده، ناخد فرص ليبيا نربط الكلام مع الزعبيه، فهنلاقي ان دي مثلا المنتخب ليبيا مميز جدا في الكرات العرضيه والكرات الثابته. الجابون في نفس التصفيات بتاعتنا. المباراه دي انتهت، ليبيا كسبت المباراه دي. تمام. الراجل طلع اخد، فيعني هنشوف احنا ده جول، احنا عايزين نمشي الفرص بسرعه، مش بسرعه يعني نمشيها مع بعض. أوكي. عشان تبقى لايك موشن يعني. هنلاقي انه تقريبا كل الكرات العرضيه اللي بيلعبها منتخب ليبيا بيقدر يكسبها وبيقدر يسجل منها اهداف كمان. تمام. دي احد الكرات برضو. الكره دي هنشوف زيها بالظبط حصلت في مباراه منتخب مصر، هي بالملي تقريبا. دي يعني دي برضو كره الراجل طلع شاط، هتخبط في العارضه وهترجع للاعب اللي على حدود ال 6 يارد. فهو هو المنتخب بيعتمده على العرضيات، بيعتمد على العرضيات بشكل كبير جدا. يعني هنا بنتكلم على اكرم وايمن بقى الاقرب للمشاركه النهارده. المنتخب بقى هل هم استفادوا منها قدامنا؟ اخطر كورتين لمنتخب ليبيا هي الكره بتاع الكورنر اللي شالها الشناوي. تمام. والكره الثانيه اللي شالها الشناوي وخبطت في القائم. أيوه. الايمن. دي فرصتين برضو من كرات عرضيه. انا عايز بس نرجع الصوره اللي قبل دي على طول عشان احنا نكمل. اوكي. اللي هي بتاعه مباراه تونس، جول اللي بعد دي بقى. اوكي. anyway احنا يعني في صوره شفناها هنشوف زيها بالظبط في مباراه منتخب مصر. ايوه هي دي بالظبط. نفس الكره دي بالظبط اللي حصلت في مباراه المنتخب بس ما اتسجلتش. اوكي. بتاعه الزعبيه دي هنا مؤيد اللافي اعتقد سجلها في مباراه تونس. خطير اللافي برضه. لعيب كبير. حمد الهوني كبير. كمان لعيب مميز. حمد الهوني طبعا الحمد لله ان هو ما ابتداش المباراه، اعتقد كان هيتعبنا شويه طبعا 100% في ظل الحاله اللي احنا ظهرنا عليها بالذات في الشوط الاول. اعتقد واعتقد يعني كمان 100% هيبدا النهارده. لو رحنا بقى، طب هو المنتخب القوي ده يعني منتخب ليبيا القوي في العرضيات، هل احنا اصلا عندنا مشكله؟ يعني منتخب مصر احنا عندنا مشكله بنعاني منها كمنتخب مصر وكفرق مصريه بقالنا سنين بنعاني منها، سنين مش بنعرف نوقف لعيبتنا كويس، سنين مش بنعرف نعلم لعيبتنا كويس. يعني ان لم تخني الذاكره اخر لاعب كان عنده ميزه قويه جدا في الكرات العكسيه هو احمد فتحي. فلو رحنا للتمركزات العكسيه بتاعتنا في الصور هنلاقي ان فعلا منتخب مصر عنده مشاكل في الكرات العكسيه. نشوف الصور يمكن وانت بتتكلم على مشاكل منتخب مصر
ودي انا حاجه بسمعها يعني من ايام زمان قوي يعني بول ووتشز دول الكره العرضيه، ودايما ما اعرفش ليه مرتبطه كمان يمكن عشان شمال افريقيا دايما تونس المغرب الجزائر بيجيدوا جدا العرضيات واستغلالها وتحقيق يعني صناعه فرص مؤكده منها، واحنا مش بنعرف نقف كويس. ما احنا لو بنعرف نقف كويس ما كانتش هتبقى مشكلتنا، مع ان عندنا اتنين يعني حجازي والوينش يعني. طيب هنا نشوف ده طبعا دي اول مباراه تصفيات مصر وانجولا. الكره دي طبعا كانت كره خطيره جدا، في الدقيقه 2 كانت ممكن تتسجل علينا هدف مؤكد. هي الكره عدت يعني الشناوي خرج بره اللعبه وعدت بصعوبه جدا. الكره اللي بعدها هنلاقي برده تقريبا نفس الحاجه، بس دي كره ليبيا، دي مباراه ليبيا. اللي احنا قلنا هنلاقي نفس الفرصه بالملي. لو رجعنا معلش الصوره اللي قبل دي على طول، تمركز فتوح اللي انت اتكلمت عليه في اول حاجه خالص. تمركز فتوح والطريقه اللي خرج بيها الكوره كمان. يعني الجزء الجماعي والجزء الفردي الكره دي اللي عشان وصلت، عشان كده ايمن النهارده كفته ارجح من فتوح اعتقد دفاعيا يعني دفاعيا. طبعا اعتقد يعني ماشي الصوره عادي، هنلاقي ان الكره وصلت. دي الكره طبعا اللي خبطت في العارضه، الكره جت في القائم اليمين سوري. دي كانت برضو كرة خطيرة. نكمل بقية الصور هنلاقي ان المنتخب بيعاني من نفس المشكلة. انا مش عارف مين رقم 11، اعتقد عمر جابر اللي متاخدني الذاكرة. أيوة دي مباراة توجو. دي برضو كانت كرة صعبة، لكن تمركز الشناوي كحارس مرمى سهل عليه الموضوع. دي برضو نفس الكرة تقريبا في مباراة توجو، نفس الكرة بتتكرر هي الكرة العكسية، برضو الكرة اتصوبت كانت صعبة، هنلاقي نفس الكلام هي بيتكرر. الفكره ان احنا قبل كده يا استاذ احمد كتير جدا بنقول احنا مش هنجيب مشكله استثنائيه ونقول ده نفس الكلام، مش هنجيب مشكله استثنائيه ونقول ان هي دي مشكله. لا، احنا هنجيب المشكله لما يكون ده باترن، لما يكون دي حاجه بتتكرر كل مباراه، انا قادر في كل مباراه اشوف خطا او اتنين بيتكرر بنفس الطريقه، يبقى انا ساعتها هقول ده خطا في مشكله عند اللعيبه. ادروايز هو مش هيكون في مشكله، يعني اللعيبه لو ما عندهاش مشكله مش هيكون في مشكله. في بقى حاجه ثانيه انا بس عايز اقولها، لعيبه ولا طريقه مدرب؟ يعني الاثنين. يعني حجازي والونش شايف عندهم مشكله. انا بقى عايز نتكلم في النقطه دي، لان بالنسبه لي دي نقطه مهمه لمنتخب مصر. نقطه مهمه لمنتخب مصر، اللي هي ايه النقطه المهمه؟ ان مش شرط ان انا عشان شايف ان الاثنين دول هم الافضل ان الاثنين دول ينفع يلعبوا جنب بعض، خصوصا في السنتر باكس. ممكن اعمل مهم كده مهم الكلام ده. تمام، ممكن اعمل كده في اي حاجه، يعني في خط النص انا عندي مثلا هنفترض، يعني مش بالضروره انه الونش وحجازي كافضل اثنين قلب دفاع موجودين على الساحه دلوقتي ان بالضروري يبقوا افضل اثنين كدويتو بقى مع بعض، اقدر اقول ان هما الاثنين اللي يلعبوا مع بعض. مظبوط. انا مثلا في منتخب اسبانيا فترات كان عندي ثلاثه هما كانوا الافضل تقريبا في اوروبا، بيكي وبيول وكارلوس بيول وراموس. هل انا اختيار الاثنين كان بيبقى واقع على مين الافضل ولا على الكومبينيشن الافضل؟ على التركيبه الافضل. فاحنا لو بصينا، يعني مش عايزين نشرح حاجه بسرعه قبل ما نروح للصور، ان ممكن يكون بيتصنف الونش كانه الافضل في مصر، تمام، وممكن يكون بيتصنف حجازي كانه افضل مدافع مصري محترف. مظبوط. لكن الحقيقه انه مش شرط احسن الاثنين يلعبوا سوا، تمام، مش شرط احسن الاثنين يقدموا لي احسن حاجه. فاحنا لو شفنا بقى هما الاثنين للاسف بيقدموا نسخه مش كويسه. اوكي، نسخة دفاعية. لو شفنا الصور بقى نمشي، بس الصور دي نمشي فيها واحدة واحدة كده ونشرح تمركزات. هنا نفس الكورة دي عايزين بس نركز مع حجازي. هو حجازي تقريبا واقف على نقطة البلين بالظبط. نقطة البلين بالظبط. تمام، نركز النني وحجازي. النني واقف عند ضربة، حجازي واقف عند السكس يارد، والنني وحجازي واقف عند السكس يارد. نركز في النقطة دي، نمشي بقى الصورة. نمشي الصورة اللي بعدها. الراجل بيطلع من وسطهم بيلعب. من وسط مين؟ حجازي اللي المفروض ان حجازي اخد الاربع خمس خطوات اللي شايف فيها الكوره وشايف فيها المساحه. تمام. فالطبيعي ان في الحاله دي يطلع يشيل. لا، هو ما طلعش شايل، هو الولد مهاجم ليبيا هو اللي لعبها. نكمل. تمام، نكمل. طلع طبعا من وسط الاثنين. تمام، حجازي والونش نفس الكوره مباراه توجو. نلعب الصوره، احنا الصوره بعدها الراجل طالع وسط الاثنين بدون اي رقابه، بدون اي ضغط، بدون حتى ما الاثنين المدافعين يطلعوا يضايقوه. نفس الكوره، نفس اللي احنا شفناه مع النني. لحظه معلش نقف هنا لحظه. نفس اللي احنا شفناه مع النني وحجازي في الصوره الاولى هو بالظبط هنا اللي بيحصل. ده هنا بيلعب الكوره وسط ثلاث مدافعين، يعني في ثلاث هو تقريبا وسط سته.
يعني هم القريبين منه. انا ما حسبتش اللي في البوكس، انا قلت القريبين منه. القريبين ثلاثه، بيطلع برده بيحط كره صعبه جدا على محمد الشناوي. الصوره اللي بعدها. طب عايز اروح لانه شايف ايه الافضل تركيبه من وجهه نظر شريف؟ افضل تركيبه ان انا اختار واحد من الاثنين دول يلعب كرايت. تمام. يعني هو في مشكله يا الونش يا حجازي. رايت باك بالظبط. الونش طول ما هو بيلعب ليفت سنتر باك هو عنده مشكله كبيره مع الليفت باك. طيب عايز عشان وقتي لازم برضو ادي مساحه للناس، تعال نروح نقرا توقعات الناس لماتش النهارده. أوكي. على صفحاتنا على السوشيال ميديا. احمد مصطفى صلاح 1-0 لمنتخبنا الوطني ان شاء الله. ميدو جابر 2-1 لمصر. حسام ابو جودي 2-0 لمصر. ماشي يا محمود، احنا عايزين واحد ولا اثنين بس يا محمود. دست اهداف بنوب نبيل 3-1 لمصر. نادر مسعد ان شاء الله 2-1 صلاح والسوليه. فادي محمد مساء الفل عليك يا احمد، توقع فوز مصر 2-0 صلاح ومرموش والتوفيق في الفتره اللي جايه. كل التوفيق لمنتخب مصر ان شاء الله باذن الله يقدم عرض قوي. زي ما قلت الفرقه اللي عايزه توصل كاس العالم، عايزه تلعب الكبار في العالم، بالتاكيد لازم تكسب بره ولازم تكسب جوه. وماتش النهارده ينقلنا نقله ثانيه ويريحنا كمان في اللي جاي، ويدي فرصه لمستر كارلوس كيروش انه يشتغل مع منتخب مصر، عشان اذا كان الراجل عنده اضافه عنده بصمه يطلعها في القريب، لان الموسم اللي جاي لا يحتمل الحقيقه، سواء من ناحيه الوقت او المعسكرات او من ناحيه طبعا مشاركه لاعيبه منتخب مصر مع انديتها. بشكرك شكرا جزيلا، بشكر حضراتكم على المتابعه، وبكره ان شاء الله نتقابل في نفس الميعاد 6:00 تحياتي لكل جماهير النادي الاهلي.